J'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. C'est la vidéo qui va être les préparations de l'Aïd ou comment je vais m'occuper de l'Aïd. Bon, les filles, en vérité, moi, comme on dit, l'intérêt à nous-mêmes ou à notre humanité, ما راحش يكون غير في الأعياد والمناسبات. لازم البنات دائما 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 تعتنيوا بأنفسكم، سواء في مرتين في الأسبوع، ماشي في الأسبوع، مرتين في الشهر أو أربع مرات في الشهر إلى ثلاثة. دونك البنات، باختصار كبير راح باش ما نطولش بزاف في الهضرة، تعرفوني نحب نهضر بزاف. دونك لا علينا البنات، ما عليا غير نقول لكم صحة عيدكم، ينعاد عليكم بالصحة والهنا إن شاء الله. بون البنات، اول حاجه، اول مرحله لازم تبدو بها هي لو غوماج تاعكم. لو غوماج تاعنا اللي هو مخدوم بزيت الزيتون مع شويه قهوه، مغرفه صغيره تاع القهوه. البنات تحبوا طيبه ولا ماشي طيبه؟ بون البنات، دائما لازم تقدروا تقشير للبشره تاعكم ولا بشره الجسم تاعكم ولا الوجه تاعكم. دونك نروح نابليكيه البنات. قبل ما نابليكيه لازم نروح نغسل وجهي بالماء دافي باش يتفتحوا المسامات، ومن بعد البنات نابليكيه على وجهي، نخليه مده 10 دقائق ونغسله بالماء دافي ماشي سخون وماشي بارد. دونك ونعاود نولي لكم. من بعد يا البنات رحت غسلت وجهي، بيان سور كو مخدوم بزيت الزيتون كو يقعد وجهي مطلي بزيت الزيتون ومزيت. دونك رحت غسلته بالغسول تاعي، هذا هو من عند فينوس، هذا للبشره المختلطه والدهنيه فقط. دونك البنات اللي عندها بشره مختلطه ولا بشره دهنيه ننصحها به باسكو هايل بزاف. واللي ما عندهاش غسول يعني باولي جي تغسل بالصابون تاعها ولا صابون اللي مرفه تغسل به، هذا ما كان. بون لي في، من بعد ما خليت وكملت درت لو غوماج تاعي وغسلته وخليت البشره تاعي ترتاح لمده 10 دقائق، رحت جبت لي دو ماسك تاعي. المره هذه جبت هاد لو ماسك، جامي ولا سييت لو ماسك نوار. الماسك نوار البنات تسقسوني تاع واش نورمالمون كاين على بالهم. بون اللي ما على بالهمش راح نقول لهم، لو ماسك نوار لازاله الرؤوس السوداء. رؤوس سوداء عادة يديروا لك ترى في الأنف وفي الجبهة. دونك البنات اللي عندها رؤوس سوداء في الأنف والجبهة دونك نصحها به. هاد البنات دونك شفتو شريتو سييتو كي جبتو، مي فغيمون إلي مانيفيك، مي منحاهم ليش كامل، لازم تداوموا عليه باش ينحيهم لك، باش ينحيهم. دونك ما ينحيهمش كامل من المرة الأولى. البنات طريقة الاستعمال تاعو، راح تابليكيوها على وجهكم بيان سور بان بانسو، لازم بانسو ماشي بيدكم. دونك تابليكيوه تخليوه ينشف مدة 20 دقيقة ولا 15 دقيقة، ومن بعد تقشروه باسكو يتقشر يكون يبس ويتقشر، تقشروه وهذا ما كان. من بعد ديروا لا كريم هيدراتونت تاعكم. بون البنات انا هذا اللي راح نستعمل. بالنسبة اللي ما وحدة ما عندهاش لي بوان نوار ولا حابة جوست تنظف البشرة تاعها، نقول لها استعملي هاد لو ماسك من عند فينوس. هاد لو ماسك هايل بالطين، هايل بزاف يا البنات، ننصحكم به، مليح لجميع انواع البشره، ماشي غاليه، ماشي كامل غالي، في متناول الجميع. دونك البنات هذا طريقه الاستعمال تاع لو ماسك تاعنا تاع الطين. راح تحطوه على وجهكم لمدة 5 دقائق ولا 10 دقائق وتغسلوه بالماء دافي. بون لي في، بعد ما كملت درت نظفت البشرة تاعي. البنات ما نفع نقول لكم كي تنظفوا البشرة تاعكم روحوا ديروا لو ماسك، انا ما راحش ندير بلوتو روحوا ديروا لا كريم هيدراتانت. دونك البنات انا ما راحش ندير لا كريم هيدراتانت درك، علاه؟ باسكو انا بعد ما اعتنيت بالبشره تاعي ونظفتها مليح راح نروح ندوش ونعاود نولي. بون البنات بون هنايا عندي هاد لو شامبوان اللي ننصحكم به، اللي عندها شعرها يطيح ولا
عندها لي فورش ننصحها به مليح بزاف. تاع ابو سعد هذا جربته دو فوا ويعني ما شاء الله، يقول لك مخدوم بالكيراتين وجوز الهند والالويفيرا، دونك الي مانيفيك. ابري البنات عندي لو جيل دوش تاعي تاع سيام، الي مانيفيك تاني. عندي واحد شحال عندي وانا نستعمل فيه دو ثلاثه صمشي، انا شريته جابوه لي، دونك يعني ريحته شابه بزاف. مي البروبليم البنات سي كو ما تقعدش بزاف، مي ريحته كي تدوش واحد الريحه شابه بزاف. البنات هنايا واش عندي الاخر باش نقشر لتقشير الرجلين من عند اوري فلام، دونك البنات هاي الثاني بون. البنات اللي تحب تشري منه ولا او عندي انا راني نبيع فيهم الاسانسيال، نخلي لكم فيسبوك تاعي في صندوق الوصف، روحوا ابعثوا لي اللي تحب تشري ولا دونك. و تدو معكم تاني سواء الى راح نديرو ليبيلاسيون تاعكم، تدو بواش مورفين تيبيلي سواء لا لام جيلات ولا لاسير ولا لاسير شود، سا ديبون. دونك لي في نروح نضرب فيها دوش سخون وخفيف ليه ونعاود نولي ليكم. بون البنات من بعد ما درت دوش بصحتي دونك راح نيدراتي لابو تاعي. بون بالنسبه للوجه تاعي راني نستعمل في لاكريم ايدراتونت تاع من عند ايف روشي، جابوها لي كادو فريمون الي مانيفيك. جيسبر كو نلقاها هنا، مازال ما شفتهاش مي جيسبر كو نلقاها. هادي نستعملها لوجهي ونستعمل نيفيا لو كور تاعي باسكو مانيش نكثر بزاف رجليا ويديا، نستعمل نيفيا. دونك لي في ابري ليتاب هادي كملوا واش راح نزيد ندير. بون البنات بيان سور ما نساوش الاسنان تاعنا. البنات اللي طلبوا مني قالوا لي كيفاش نبيضوا الاسنان تاعنا ولا البنات، ما ننصحكمش انا بالخلطات هذوك اللي راهم يتباعوا جو سي با، وميم لو بلانشيمون دونتير اللي راهم يديروا كيما هذوك المشهورين وكامل واليوتيوبرز و اكسيتيرا، دونك ما ننصحكمش بيه باسكو يفسد الاسنان تاعكم يولوا سنسيبل. انا ما راحش نديرو، كنت عازمه نديرو مي ما راحش نديرو. توت او كونترير كو ملي بديت نخدم مع اوريفلام اللي ما على بالهمش راني قلت لكم، ملي بديت نخدم مع اوريفلام لي برودوي تاعها شكروا لي فيهم بالبزاف. او ميم طون كاين هاد لو دونتيفريس، هاد لو دونتيفريس اللي يبيض الاسنان، كاين اللي يحمي الاسنان وكاين اللي يبيض. هذا اللي يبيض يدير 61000 برك مع فرشاة الاسنان تاعو. هذه هايله البنات تحسوها شغل اون بروس الكتريك، الي مانيفيك. دونك عندها شعيرات رقيقه، هذه بالنسبه للاسنان الحساسه، وكاين الاخرى لي نورمال عندها شعيرات خشينه كيما نقولوا. لا علينا البنات، هب هذا يا البنات سنية، استعملت واحد اون سيمين هكاك ديجا بدات تبان النتيجه تاعو ما شاء الله. البنات وقت نستعملو مرتين في اليوم ولا مره مع رمضان دركا، راني غير عند السحور وعند ماشي عند السحور بلدو بس انا ما نصحاش قبل ما نرقد ومن بعد الفطور نستعملو دو فوا. البنات ما نساوش ترطيب الشفايف تاعنا، نرطبهم بالمرطب تاعنا. انا عندي هذا تاع لابيلو ولا لابيلو سي با، دونك هذا الي مانيفيك البنات وراح يخلص لي، لازم نزيد نشري. ريحته شوفوا شابه وريحته شابه والترطيب تاعو ما شاء الله، ننصحكم به مالغري كو شويه غالي، ديروا 45000 مي يشد لكم فري، يشد لكم. انا شد لي قريب عام يعني ما شاء الله. وهذه هي البنات، هكا كنا لحقنا لافات على فيديو تاعنا، وعليا غنقول لكم باي باي وصحه عيدكم، وما تنساوناش لي لايك. واللي شافت قناتي المره الاولى نقول لك اختيتي اشتركي في القناه، وعليا غنقول لكم باي باي وتهلاو في رواحتكم.